مع بعضنا البعض على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري على المستوى الاقتصادي، حتى المسائل العالقة اللي أحد أسباب أو هي مسببة للحالة اللي موجودة فيها ليبيا ترجع وتقل، وتبقى المجال في ليبيا متاح لإجراء انتخابات، سواء انتخابات برلمانية أو انتخابات تنفيذية لقيادة تيجي منكم ما حدش يفرضها عليكم، انتوا اللي تختاروا الشخصية اللي ممكن تتولى قيادة ليبيا خلال المرحلة القادمة. هو المسار بالبساطة دي. طب ممكن يتحقق؟ أيوة يتحقق. بإيه؟ باللي احنا بنقول عليه ده لا يتم تجاوزه، لما بنقول لو سمحتم الخط ده نتوقف عليه بقى كفاية كده، بنقول يوقفوا الاقتتال وخلونا نبدأ مسار سلام تنطلق ليبيا منه إلى مستقبل أفضل. طب قلنا بعد كده إن أي تهديد لهذا الخط يمثل بالنسبة لنا تهديد لأمننا، أمننا القومي. ليه؟ لأن إحنا في مصر شفنا كويس قوي، مش بس في مصر ومش بس في ليبيا، في دول عربية كثيرة جدا شفنا الميليشيات المسلحة بتبقى تأثيرها إيه على الاستقرار وعلى أمن المجتمع.